أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا المهرجان الغالي، المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. انطلق شوطنا الثالث للقاية العمانيات وشوط الشلفة، الشلفة الفضية زايدا المليون ونصف ريال قطري للفائز بالمركز الأول. شوط العمانيات نتقدم مباشرة مع البداية، نتقدم مع الصدارة. هنالك معالي في مركز المعالي، الشرقي بن حمود بن سهيل الحرسوسي، من يقدم لنا معالي على أول الأسماء على أول التحديات. أبناء الإمارات العربية المتحدة القادمين هنا من أجل المشاركة في هذا المهرجان الغالي، المركز الثاني الوصول والقدوم من أليشا قاسيم دافود. أبناء الولايات المتحدة الأمريكية يقدمون لنا أليشا بشعار قاسيم دافود مع المركز الثاني بقيادة العالمي حمد بن راشد بن راية، من يقود أليشا على ثاني الأسماء. المركز الثالث الوصول من شعار هيبة وشعار المدهوشي، من يقدم لنا الشامخة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا الشامخة على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والقدوم من هذا الشعار من نشبة، يا نشبة نشبة مع المركز الرابع عبد الله بن سعيد بن مبارك المخيبي، من يقدم لنا نشبة مع رابع الأسماء. المركز الخامس هنا الوصول، من نختتم بها النداء شواهين سالم بن كرامة بن عيضة العامري، من يقدم لنا شواهين مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء للخمسة الشعارات المندفعة على أرضية هذا الميدان. نعود مع شعار الحرسوسي، نعود مع شعار معالي الشرقي بن حمود الزفرة بن سهيل الحرسوسي، من يقدم لنا معالي على أول الأسماء. المركز الثاني أليشا، أليشا بشعار قاسيم دافود، من يقدم لنا أليشا مع ثاني الأسماء. العالمي حمد بن راشد بن راية يقدم لنا أليشا مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من الشامخة، الشامخة وأبناء السلطنة، وأبناء السلطنة يقدمون لنا الشامخة والممثل الدائم للسلطنة سالم بن عامر المدهوشي المدهش في التضمير، من يقدم لنا الشامخة في شوط العمانيات. المركز الرابع هنا الوصول من قبل نشبة عبد الله بن سعيد بن مبارك المخيبي، من يقدم لنا نشبة على رابع الأسماء. المركز الخامس وصلت شواهين سالم بن كرامة بن عيضه العامري، يقدم لنا شواهين أبناء الإمارات العربية المتحدة مع شعار بن كرامة، مع شعار بن كرامة. وأيضا الوصول من شعار ممثل معذر شعار الهديفي، شعار
ساري حرير هنا يتقدم مع المركز الخامس، ولكن العودة، العودة مع الصدارة، العودة مع الريادة، العودة مع معالي، معالي مع الصدارة. الشرقي بن حمودة الحرسوسي يقدم لنا معالي على أول الأسماء، أليشا مع المركز الثاني، أليشا بشعار قاسم بو ناصر. من يقدم لنا أليشا؟ العالمي، العالمي مع المركز الثاني، المركز الثالث. وصلت الشامخة، وصلت الشامخة، وصل المدهش مع الشامخة مع المركز الثالث. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا الشامخة، المركز الرابع، الوصول من شواهين. سالم بن كرامة بن عيضة العامري وصلت في هذه اللحظات، وهايب 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 بشعار عبد الله بن بخيت بن عبد الله العويسي ابناء السلطنة. ولكن العودة، العودة إلى معالي، العودة إلى معالي، العودة إلى معالي. الكيل الأخير، الكيل الخطير، الشلفة الفضية، الشلفة الفضية، المليون ونصف ريال قطري بالانتظار. وصل العويسي، وصلوا أبناء السلطنة، أبناء السلطنة، ولكن أبناء الإمارات العربية المتحدة مع شعار الحرسوسي، مع معالي القمة، القمة مع معالي، مع معالي. الشرقي بن حمود الحرسوسي، الشلفة مع معالي، معالي مع الشلفة. الأمتار الأخيرة، اللحظات المثيرة، معروفة في حضور الهجن سباقة، واللي حضر شوطها حاضر يراقبها. فجاء نحر تطرب الجمهور، ودقاقة من سرعة السوم ما يقدر يقربها. في أرض الميادين شواشة ومشتاقة، ثواني تتم منها لا تغاربها، لا تغاربها. معالي الشلفة، الشلفة إلى الحرسوسي، إلى أبناء الإمارات. الشلفة مع معالي، معالي مع الشلفة. سلام يا الحرسوسي، سلام. تهانينا والناموس للشرقي بن حمودة الحرسوسي المركز الثاني، جلنار محمد بن خليفة بن راشد المهيري المركز الثالث، كانت أمر حمد بن راشد بن غدير الاكتبي المركز الرابع، وهايب عبد الله بن بخيت بن عبد الله العويسي المركز الخامس، كانت العفري محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك معالي من انتزعت هذا الشوط، شوط الشلفة الفضية، شوط العمانيات، زايدا المليون ونصف ريال قطري، زايدا تسعيرة هجن الشحانية. سلام يا الحرسوسي، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الأداء المميز في هذا الشوط الأميز. الشرقي بن حمودة بن سهيل الحرسوسي من انتزع شوط العمانيات بكل جدارة، بكل استحقاق وتميز في هذا المساء وفي هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. ساعة وصول معالي بشعار الشرقي بن حمودة بن سهيل الحرسوسي إلى خط النهاية، منتزعة هذا الشوط المميز. 7 دقائق 11 ثانية 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك معالي الشرقي بن حمودة بن سهيل الحرسوسي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني حلت جلنار بشعار محمد بن خليفة بن راشد المهيري. 7 دقائق 18 ثانية 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، كانت أمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. 7 دقائق 18 ثانية 67 جزء
من الثانية تهانينا والناموس لمالك أمر حمد بن راشد بن غدير. الكتبي تهانينا والناموس لجميع الفائزين